تمام يا باشا. الواد جيكا السايس بتاع المشتل، في واحد قريبه جه هنا من شويه وبيقول ان هو عايز يعمل محضر بيتهم فيه المحامي اللي اسمه سميح السرفي بتاع مرة 16 يا باشا، ان هو اللي خطف الواد جيكا. مش هو ده اللي كان اتهمه قبل كده بسرقه الكمبيوتر بتاعه؟ مظبوط سعادتك. هو الواد ده ما جاش هنا من امتى؟ من ساعه ما كان عندي معاليك عشان موضوع اخوه. مش انت اللي ماسك شارع المشتل؟ ايوه سعادتك. طيب انا عاوزك تنزل تلم لي اخبار وتشوف الواد ده مختفي من امتى. ايه ده يا ابني انت وهو ده؟ مين قال لكم تعملوا كده؟ فكوا يا مسعد، جيكا ده صاحبي. انت عمرك ما كنت صاحبي يا سميح. ليه بس كده يا جيكا؟ انت نسيت ولا ايه؟ انت مالكش اصحاب، انت سبت ابوك مرمي في الشارع وحالته تصعب على الكافر. ايه ما انت عارف ما بيسيبش الكاس فضحنا في كل حته، وانا يعني كنت سبته على السجاده. انت عايز مني يا سميح؟ عايز اديك 100,000 جنيه. مش انت عايز تتجوز؟ أنا عايز أساعدك. أنا مش عايزك تساعدني، مش عايز منك أي حاجة. ساعد نفسك، أنا هدخلك السجن عشان تتربى وتعرف إن الله حق، وهدخلك السجن. هتدخلني السجن؟ ضحكتني يا جيكا. السيرفر فين؟ السيرفر فين؟ أنت ما تعرفش السيرفر فين؟ السيرفر دلوقتي في ناس قاعدة عليه بتطلع منه كل حاجة عشان توديك في 60 داهية. لا معلوش أي حاجة ضد، انت فهمت غلط. اللي عليه وقع ناس كبار في البلد، وانا خايف عليك منه. انا شفت كل حاجه من اول الخدامه اللي ضحكت عليها لغايه ارض ستها. انت فاكر اني عبيط؟ شغل الكاميرات والسيرفر ده لو ما عملوش اي حاجه يوديك في 60 داهيه. انت مذاكر بقى. اول ما جيت الشارع حد سلم عليك واخدك بالحضن وتبقى بيه زي ما انت، وانا ركيه وراضي بنصيبي، مفيش حاجه، عادي يعني ركيه مبسوط. كنت اتمنى لك الخير، بس انت اللي ما سبتنيش في حالي، عملت معايا اللي ما يعملوش عدوي. زي ما يكون قتلت لك قتيل يا اخي. ايه اقسم بالله العلي العظيم لا هدواك نومه البرش. ماشي شكلك مطول هنا، تحب اجيب لك حد يسليك؟ اختار انت، اجيب لك سعاد ولا فوقيه؟ خلاص طالما مش هيسلوك او يسلوا الرجاله اللي هنا. اقسم بالله لو لمست اي حد من اخواتي ما يكفيني فيهم موتك. تفكرهم زي اختك ولا ايه؟ خدوه من هنا على اهو. ايه زعلت ولا ايه؟ اللي عملته سميحه ده عملته بسببك انت عشان تخليك بيه. صرفت عليك لغايه ما خليتك بيه. يا بيه جيكا هيفضل ارجل منك. اوقف يا ند، جيكا هيفضل ارجل منك. حطها في دماغك دي، جيكا ده إثبات بتزنير في اسمه، ولو قدمناه للنيابة أكيد هيستدعوه ويحققوا معاه. مش وقت مستندات دلوقتي يا حلمي، إحنا لازم ندور على طريقة ننقذ بيها جيكا من إيديه. أنا هكتب من بكرة وبالاسم، وأدي المستند معانا أهو. أنا من رأيي تكتبي عن كل حاجة وتحاولي تحسسي سميح إن السيرفر معانا عشان لو حب يتفاوض نسجله ونفضحه. أنا موافق على الفكرة دي، بس أنا كده هبقى قلقان على ألفت. ما تخافش يا فؤاد، اللي زي سميح ده ما بيدخلش معارك غير في الخفا، يخطف جيكا الغلبان عشان ما حدش يعرف. ان لما ألفت تكتب هيبقى الموضوع في العلن ومش هيقدر يعمل حاجه. مساء الخير. اهلا مساء النور. اهلا رينا. اخبار الاستاذ شوقي العادل ايه؟ احسن الحمد لله. الحمد لله. لا هما صحيح رفعوا عنه الحصانه؟ ايوه، بس كل الناس لازم تعرف ان سميح اللي لفق له القضيه، وانه انكل شوقي بريء. سميح ما كانش بيسجل شوقي بس، سميح كان جايب جهاز اوتوماتيك بيسجل لوحده، سجل حاجات كتير جدا منها حاجات تدينه هو شخصيا. وانت عرفت ازاي موضوع الجهاز ده؟ من جيكا.
ما جيكا شاف كل اللي على الجهاز واخده، عشان كده سميح خطف. ايه؟ جيكا اتخطف؟ يعني الحكاية فيها مصعب. هي قصة أبو زيد الهلالي، هنفضل نعيد ونزيد؟ لا مش كده. طب احلف لك بإني بطلت أشتغل معاه، ده نيتن وإيحة ويبيع أبوه عشان القرش. ده احنا كنا هنشق بطنه آخر مرة شفنا فيها خليته. طب وإيه اللي عمل دلوقتي؟ طب أقول لعم فرج، هو الخن اللي عملنا فيه آخر نمرة مع جيكا شغال؟ أجهزهولك. ما هو لما سعد بيها هيعرف إن هو عشان جيكا مش هيتأخر. بس فطمني، أنت ناوي على إيه؟ اخطف الكلب مسعد ويقر على مكان جيكا، يعني ندفنه في الخن وانت ويه. لا يا اخوانا كده انتوا هتجيبولنا مصيبه والحكايه مش ناقصه. والله هو ده اللي عندي، هعمله عندك يا عم فرج، هعمله في حته تانية، هعمله. الواد جيكا ده صاحبي رجوله وكفاءه. طب سك وقف. طب احنا في الخليعه. اهلا 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 بألفة هانم. اهلا يا جنيدي. بقول لك كنا عاوزين ناخد بصه كده على اوضه جيكا. قوي قوي، بس هي اتقلبت. اتفضلي اتفضلي حضرتك. اهو زي ما انت شايف الاوضه اتقلبت. ايه ده يا جنيدي؟ ده الاختراع اللي كان شغال فيه فتيحه وصرف عليه كل فلوسه، بيقولوا انه بيوفر في البنزين. اصل فتيحه ده كهربائي سيارات شاطر قوي. ما تعرفش يا اخ جنيدي اهل جيكا ساكنين فين؟ جايز يكونوا راح عندهم. لا ما ظنيش، لان جوز اخته جه سأل عليه هنا وقال انه ما شافوش بقالهم مده كبيره. طيب مفيش حد تاني غير اهله ممكن يبقى مختفي عنده؟ لو تعرف حاجه قول يا عزيزي، احنا عايزين سكه نرجع بيها جيكا. والله يا بيه كدب خيبه، انا اخر مره شفته فيها كان لابس ومتشيك على الاخر لما كان راجع من بره قبل ما يروح مع مسعد. وده معناه ايه؟ معناه انه ممكن، بس مش اكيد يعني، انه راح يقابل تهاني. تهاني مين؟ تهاني اللي شغاله سكرتيره عند الاستاذ سميح المحامي. طب اسمع يا جنيدي، انا عاوزاك تنزل لها وتقول لها انا عاوزاها في موضوع ضروري جدا، وتقابلني في الكافيه. مشيو غارو في داهيه، قوم تعالى كلهم مع بعض. قوم يلا قوم يلا وتوكل على الله. كل سميح باشا ما كانش عايزك تاكل، بس الشهادة لله طلعت رجوليه ومجدعه ونخوه، والكلام اللي انت قلته له عشش في نافوخي. طلعت راجل. قول لي مين يا جدع؟ تبص الاكل كده ليه؟ ده فاكرين حاطين له سم في الاكل؟ السم ده بيتحط للفيران مش الرجاله الجدعان اللي زيك. ما تمد ايدك وتاكل. عموم احنا مش هنغصبك على حاجه، الاكل قدامك، لما تعوز تاكل كل. يا عم اللصطة، مش انت كنت عايز تكسر عظمي برضو ولا انا غلطان؟ ما يبقاش قلبك اسود، ده شو كنت بعمله عشان نحلل القرشين؟ لما انت طلعت رجوليه مش هنعمل لك حاجه، مد ايدك بقى وكل. وبصراحه يا عمهم احنا كفرين ومش لاقيين اللضا، ولولا ان احنا محتاجين القرشين للراجل ابن الكلب ده ذللنا بيهم ما كناش عملنا كده فيك. قولوا لي يا اسطى انتوا بتشتغلوا ايه بالظبط؟ جتت للبيع. اي حد يدفع لنا نعمل اللي هو عايزه. تلاقينا بودجارد، تلاقينا نخطف، نقتل، نسم، نحرق، وهي ماشيه. سيبك مننا احنا يا عمهم، انت عجبتني وداخل دماغي قوي. انا عايز اعرف انت عملت ايه لابن الحرام دوا مخليه عامل زي القطه الدايخه كده. دي حكايه طويله قوي. بس الليل اطول، قول يا عم قول. قبل ما تقول كلهم عشان تبقى عيش وملح. عيش وملح. هي دي كانت بداية الحكاية، عيش وملح.